بيقولها مساحتنا الطبية لليوم رح نحكي عن مرض التهاب المفاصل، وخاصة عند السيدات يلي كتير منهم بيعانوا منه بعد سن 50، وبتكتر هاي الحالات أيضا والآلام يلي بتنتج عن هذا المرض خلال فصل الشتاء. رح نحكي كتير من التفاصيل عن هذا المرض وطرق العلاج مع الدكتور إياد فضلون، اختصاصي جراحة عظمية. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. طقس حلو اليوم. اليوم صيفت الحمد لله. أكيد. بلشنا بالربيع، بلشت الآلام تخف عن العالم، بلشت. هذا اللي بدنا نوصل له. علاقة البرد وآلام المفاصل، لكن بالبداية خلينا نعرف شو هي آلام المفاصل، شو وليش بتزيد بالشتاء؟ هذا السؤال دائما بيسألوا لك إياه. هلا آلام المفاصل طبعاً هي كثيرة وأنواعها كثيرة، في أنواع منها آلام مفاصل مزمنة. هي بشكل عام بتزيد بالشتاء وبتزيد بتقلبات الطقس عند الشخص. فنحن بنلاحظ انه هالاشخاص بلشوا يراجعونا بالربيع بالخريف، يعني هلا في اشخاص حتزيد الام مفاصلهم ما دخلها بالبرد. أيوة. تقلب الطقس بيساوي لهم هالاوجاع هي الشديده بسبب التهابات بالاوتار. او مناعه جسمهم بتخف بهذا الطقس. او نقص الفيتامينات اللي عم يصير عندهم بالجسم. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي طبيا شو هو التهاب او الم المفاصل؟ هلا طبيا المشكله انه الانواع كثيره، لكل شيء له تعريف لحاله، ولكن طبيا هو اي الم بيزيد، اي شيء بيسبب الم ضمن حركه المفصل او ضمن مجال حركه المفصل او العضلات. هذا الشيء اللي تعريف متعرف عام عليه. متعرف عليه كل المفاصل، ولكن في لها انواع كثير بتوصل لحد ال 100 نوع انواع التهابات المفاصل واسبابها وشروحاتها، فهي طويله جدا. ويا ريت نحن نركز اليوم على آلام المفاصل عند النساء، لأنه هن فعلا صار في عنا عدد كثير كبير. إذا بتفوتي على أي عيادة عظمية اليوم، حتى مو عيادة عظمية، حتى أي عيادة ثانية، بتلاحظي إنه عدد النساء هن 3 أضعاف عدد الرجال للأسف الشديد. وهل في لها أسباب كثير وفي لها مشاكل كثير اللي هي بتزود أوجاع المفاصل عند النساء. طبعا نحن النساء إذا أجينا قسمناهم لثلاث فئات. الفئة الأولى الفئة العمرية اللي هن الصبايا بعمر من 20 سنة اللي هن عمر الإنجاب، من 20 ل 40 سنة. هذا العمر بتلاقي عندهم آلام مفصلية غير نموذجية نحن بنسميها، ما أنا ألم إلا سبب واضح. بيجيكي بشكاوى معممة، بتقول لك أنا ما بعرف عم يجاني ظهري أحيانا، بترجع إيدي، بترجع رجلي، بيرجع بيروح الوجع، بيرجع بيجي الوجع. إذا بندرس الحالة بنلاقي إنه هي الصبية في عندها عدة أخطاء عم تساويها بحياتها. هلا إذا كانت غير متزوجة بيكون في عندها قاعدة غلط فترات طويلة، عم تشتغل بتكون مثلا بتكون عم تقعد ورا الكمبيوتر بطريقة غلط كمان فترة طويلة، أو ورا طاولة بطريقة مضرة. أغلب الصبايا للأسف بحبوا النوم طب، هذا شيء خطأ شائع جدا، بسبب آلام بالركب بالرقبة بأسفل الظهر، بسبب خدر بالإيدين، بسبب وجع بالكتاف. فهن بيجوا بشكاوى غير نموذجية، بلشوا يشكوا، بيروحوا من دكتور لدكتور، بيكون هن السبب الرئيسي تبعهم طريقة نوم غلط، طريقة قعدة غلط، أسلوب حياة غلط، بدنا ندير بالنا منه. فالصبايا بهالعمر هذا من عمر العشرين لأربعين سنة بدنا ندير بالنا، يلي ما هم متزوجات طبعا، حنحكي عن المتزوجات والأطفال والإنجاب. يلي ما هم متزوجات ندير بالنا نلعب رياضة، نهتم بلياقتنا، النوم غلط ندير بالنا منها، المخدة العالية أو الواطية كثير ندير بالنا منها مشان ما تسبب أوجاع بالرقبة. إذا هن نساء عاملات نحافظ على مكان العمل اللي نحن بنعمل فيه. بيجوني كثير صبايا عم يشتغلوا خاصة خياطات أو عاملات مكتبيات، ما بيهتموا كثير بالكرسي اللي هن بيقعدوا عليه، ما بيهتموا كثير بالطاولة المكتب أو ماكينة الخياطة اللي هن عم يشتغلوا عليها. أنا بحفز كل شخص، مكان عملك هو مملكتك، حاول تظبط فيه قد ما فيك. حتى لو صاحب العمل تبعك ما أعطاك كرسي جيد، احيانا بيجوني النساء موظفات يلي انا موظفه بحكومه، اثنين بجيب له روح اشتري كرسي على حسابك وحطه، لانه اذا انت ما زبطت الكرسي تبعك اللي عم تقعد عليه جسمك اللي حيتعب وانت ما حتقدر تأدي وظيفتك بشكل جيد. فانا بنصحهم اول شيء الكرسي يكون مريح، الكرسي يكون عالي، ارتفاع الكرسي يكون مريح حتى تقدر تشتغل الشغل تحت منك وقدامك، ايديك ممنوع ترفعهم مشان تشتغل، لازم يكونوا دائما تحت. الخياطات ممنوع انه ينحنوا شوي زياده، بتلاقي بينحنوا بدهم يشوفوا الدرزه شو ماشيه، فندير بالنا موضوع انه ننحني او نشتغل شغل كثير صعب علينا. النساء بنحكي عن النساء يلي بهذا العمر ولكن متزوجات وعندهم اطفال، شو الاخطاء اللي بيمارسوها؟ اخطاء شائعه هدول النساء. اول خطا عندهم اول الولاده، بتبلش المراه بتقول لك انا خلص حملت ولدت، بغري بتوقف فيتامينات لانه جارتها
بتنصحها بتقول لها ديري بالك بكره بتسمني او بكره بزيد وزنك، فهي بتوقف الفيتامينات بتوقف المواد كلياتها وهي بتكون عم ترضع الطفل. طبعا ارضاع الطفل مفيد للام وللطفل، فنحن ننصح بالارضاع الطبيعي وهو افضل بكثير من الارضاع الحليب البودره. الحليب البودره هو وجد بديل بحالات خاصه نحن نعطيه، للاسف صار كله عم يعتمد على الحليب البودره. فاذا الام عم ترضع او ما عم ترضع بننصحها تاخذ الفيتامينات بعد الحمل لانه جسمها ناقصه كثير. بجسم المراه للاسف النساء عندهم وجهه نظر انه هن جسمها بيفرز هي المواد الفيتامينات. بجسم المراه ما في نبع فيتامينات لحتى ينبع ويعطيها الاطفال. فنحن بننصحها تاخذ الفيتامينات اللي بتكتب لها اياهم دكتوره النسائيه او طبيب العظميه بشكل دائم وما تخاف من زياده الوزن. بعد ما توقف رضاعه بترجع بتعمل حميه بتعمل شويه رياضه بيرجع بينحف جسمها بسرعه. بس بدها تحافظ على لياقه جسمها وعلى مخزون الفيتامين اللي بجسمها ومخزون الكالسيوم اللي بجسمها. الخطا الثاني اللي بيوقعوا فيه ببلشوا هذا الطفل من حبهم لإله بحملوه كثير وبيهزوه كثير وبياخذوه كثير وبيناموا معه وينيموه معهم. فهذا الطفل اول شيء اذا بلش الطفل يمشي ما نحمله، نطول بالنا وخليه هو يمشي شوي شوي ونمشي معه احسن ما يجع اكتافه وظهره ورقبته من حمل الطفل وهزه بشكل دائم. صحيح. مو غلط نحن نشتري سرير صغير اللي بيهز لحاله او اللي ممكن نهزه نحطه تحت الطفل ونهزه احسن ما نضل قاعدين حاملينه وعم نهزه. هذا بيسبب لنا اوجاع بالاكتاف. بنوفر يعني نحن بيقول لك الكرسي غالي، انت بتوفر حق دواء وتعب واوجاع بشراء كرسي بيهز لحاله، بتريح حالك وبتريح الطفل معك. الشيء الاخير والمهم بيضل احيانا في امهات لعمر السنتين ابنهم بينام معهم بنفس الفرشه. هذا تعب وارهاق شديد جدا على الام. بتبلش الام هي بتنام نومي غلط والطفل بينام نومي غلط لانه هن اثنين الطفل كثير بيحوص وهو نايم. فانا بنصح الام بعد عمر 3 شهور الطفل ما ينام معها، ينام بتخت سرير لحاله جنب الام، بس يكون هي عندها سريره مشان تاخذ راحتها من نومي وهو عنده سريره مشان تعرف تاخذ قسط جيد من الراحه اثناء النوم وتقدر لما تفيق الصبح تقدر تعتني بابنها اكثر وتساعده اكثر وتعيشي وياه حياه افضل لانه هي مرتاحه قدرانه تعتني فيه. بينما اذا هي ما شبعت نوم شو بيصير معها؟ طول الليل حتفيق تعبانه، حيوصل مع المرحله اول فتره حتقاوم وبعدين حتوصل لمرحله من الارهاق والتعب، هي ما عاد لها خلق تدير بالها على هذا الطفل الصغير. فبدنا ندير بالنا من هالموضوع. ممنوع منعا باتا ارضاع الطفل وهي نايمه. في امهات كثير بعرفهم بيجوا لعندي دكتور طب انا ما فيني اصبر بدي رضعه بدي نام. يفضل ممنوع منعا باتا انه الام ترضع الطفل وتنام وهي نايمه تطلع عم ترضع طفلها. لا بالعكس فيقي يعني نامي ساعه او ساعه ونص وفيقي من النوم اقعدي جلسه جيده حطي مخده بحضنك حطي الطفل عليها ورضعيه لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه ارجعي سطحيه بتخته ونامي ساعه ساعه ونص خاصه هي باول فتره بيكون الطفل بحاجه انه يرضع كل ساعه او ساعه ونص. فارتاحي ساعه ساعه ونص كاملين احسن ما ترضعي عم ترضعي للطفل وما تنامي نومي غلط. فهي النوم الغلط حتسبب اذى كثير كبير على الجسم وارهاق كامل بالجسم طول هي الفتره. بتقطع مرحله الشباب، بنوصل للمرحله اللي هي اكثر شيء حرجه بين ال 40 وال 50 بصير فيها ترقب هاي اللي هي بصير فيها توقف سن الضهي، بصير عندنا المراه تقلبات هرمونيه كثير كبيره بالجسم، بتبلش عندنا مراحل المرحله اللي هي بلش الجسم مثل ما بيقولوا انه يتراجع. بهي المرحلة إذا نحن درنا بالنا على حالنا بشكل جيد والتزمنا بمتابعة جسمنا ومتابعة الرياضة ومتابعة الفيتامينات بشكل جيد بإذن الله بمرق المرحلة بسهولة وجسمنا بيستمر. وفي عنا نساء كثير وصلوا لعمر 50 و60 سنة ولساتهم جسمهم جيد وأمورهم بخير وصحتهم بخير. بهذا العمر من 40 لـ50 سنة دغري بيزيد الوزن عند النساء إذا هن ما راقبوا حالهم لأنه صارت تقلبات هرمونية كثير شديدة. التقلبات الهرمونيه بتسبب الام مفاصل شديده جدا، بتسبب ترقق عظام. بدنا نتابع حالنا بشكل جيد. نضل متابعين عن طبيب النسائيه مشان موضوع سن الضهي وما يصير في عندنا مشاكل هرمونيه شديده، ما يصير عندنا تقلبات شديده بالجسم. نضل متابعين عن طبيب المفاصل او طبيب العظام لحتى نحن ما يصير عندنا ترقق عظام قوي وما تتفاقم موضوع التهاب المفاصل. الرياضة أساسية بهذا، طبعا الرياضة أساسية بكل الأعمار
ولكن الرياضة الأساسية بهذا العمر كثير ضرورية. ودائما للأسف شعبنا بس تقول الرياضة بيفكر دغري نادي ومدري شو، وبده يروح مشوار كثير بعيد لحتى يلعب رياضة. الرياضة ممكن تساويها بفرشتك، بتختك، ببيتك، ودائما ساقية جارية ولا نهر مقطوع. يعني نحن بنضل نخطط لنروح نسجل بالنادي، احيانا بنضل سنه كامله عم نخطط لنروح نسجل بالنادي وما بنسجل بالنادي بالاخير، وبنسجل وما بنروح، او بنسجل وما بنروح، هي كثير شائعه جدا لانه بيكون النادي بعيد. ف انا بفضل دائما 10 دقائق رياضه، لياقه سويديه بالبيت، اذا عندك بشكل دائم كل يوم 10 دقائق بالبيت يكفي. ما تعمل من الرياضه قصه كثير كبيره، ما تساوي انه نحن لازم نروح مشوار كثير بعيد ونعطل حالنا ساعتين ثلاثه مشان نلعب رياضه. اذا عندك قدره معلش منيحه، هذيك الرياضه افضل طبعا، بس اذا ما عندك القدره ما تترك. يعني دائما العاب الرياضه لو 10 دقائق، لو ربع ساعه بالبيت. بيجي النساء، طيب انا صار عمري 60 سنه، معقول انا هلا العب رياضه؟ اي معقول. في كثير رياضات لا تتطلب انه نحن نركض وننط ونجري ونساوي حركات عنيفه، في كثير رياضات تتطلب فقط حركات حتى وهي قاعده بفرشتها وهي قاعده بتختها، حركات بالايدين، حركات تنفس قويه، حركات بالرجلين، المهم الواحد يحرك جسمه. بيساوي لياقه، بيساوي بينظم ضربات القلب، بينشط الجسم بشكل جيد. انا بعرف ناس مو مستعدين انه يعني بس يوصلوا لل 60 سنه خلص اعتبروا انه انتهت حياتهم. فاتوا بسن التقاعد فعليا. للاسف الشديد هذا الشيء غلط. عندي مرضى لليوم عمرهم 100 سنه وعايشين لل 100 وامورهم ممتازه. فانت دائما تفائل وتخيل انك حتعيش لل 100، يعني معقول بال 60 انت نهيت حياتك وخلص ناطر تموت خلص؟ نعم. للاسف في كثير ناس هيك عم يصير فيهم، بيعتبر انه 60 خلص، ما خلص. في كثير ناس وذكروا التاريخ بلشوا مشاريع بعمر 60 سنه. وبلشوا انجازات وفاتوا على الجامعه بعمر 60 سنه، يعني هي ما خلصت الحياه بعمر 60 سنه. العمر ما بيوقف، هي الحياه العمر ما بيوقف. وفي كثير ناس عاشوا لل 100، وعندي مريضه اليوم عمرها 103 سنين، امورها بخير وبتجي على يدي ماشيه لحالها وبتروح ماشيه لحالها على البيت وامورها كثير ممتازه. فنحن دائما نتفائل، دائما ما نهمل الموضوع. نعم. الرياضه باي عمر كثير ضروريه. نعم. ولما النساء والرجال. نعم. ولما عم نحكي عن الرياضه مو شرط مشان تخفيف الوزن، هو زياده الكتله العضليه حول العظام بتخفف لياقه. حتى قيمك على الكتله العضليه. نحن الرياضه هي طبعا المفصل بشكل عام، مفاصل والاوتار والاربطه اللي حواليه بحاجه لحركه، بحاجه لليونه. المفصل بحاجة لحركة لحتى المادة اللي فيه تزيد حالها، مثله مثل أي مفصل. يعني هو بحاجة إنه تحركي مشان يصير فيه ليونة مشان تزيد المادة والتغذية الدموية تبعه. العضلات بحاجة لحركة مشان تحسن التغذية الدموية تبعها. عضلة القلب بحاجة إنك تحركي حالك أكثر مشان تتنشط وتتحرك مشان تخفف هالشحوم اللي فيها. فنحن موضوع الرياضة بنشط الجسم كلياته، مو بس المفاصل، حتى حركة الأمعاء، حتى حركة القلب، الصدر، التروية الدموية، التنفس، بنشط الجسم كلياته. فدائما ساقية جارية ولا نهر مقطوع. ما توقفوا الرياضة لأنه ما بتقدر، لأنه ما عندك وقت، لأنه صرت كبير بالعمر. ما حدا صار كبير بالعمر على الرياضة نهائيا. وكل ما كبر كل ما كانت الرياضة أحسن، وكل ما زاد شغله كل ما كانت الرياضة أهم. يعني حسب دراسات إدارات الأعمال ورجال الأعمال، كل ما زاد شغلك كل ما لازم تزود 10 دقائق رياضة كل يوم، لأنه بصير عندك تركيز أقوى وبتعطي نتائج أفضل. بينما نحن كل ما زاد شغله بيخلص شغله بيروح بينام دغري، بيخرب على حاله، بخفف تركيزه وبصير ضعيف بشغله للأسف الشديد. نعم. يعني دكتور كمان خليني اسالك سؤال هيك كمان، هل الام المفاصل احيانا بتحتاج لتدخل جراحي ولا بيكفي التدخل الدوائي؟ هلا او حسب الحاله اذا اهملت حالها. للاسف للاسف الشديد بنوصل لهيك مراحل، بنوصل هلا اشيع مفصل مؤلم عند النساء هو مفصل الركبه. الركبه. الشيء الثاني بعد منه بالشيوع هو الم اسفل الظهر، بعدين باقي المفاصل الكتف والمرفق والمعصم. فإذا نحن حكينا عن الركبة بشكل بنركز عليها، الركبة إذا نحن صار عندنا إصابة بمفصل الركبة بحركة خاطئة، صار عندنا مزلق بالغضروف، هذا بعمر الشباب. مزلق عندنا الغضروف، صار في ألم، صار في تحدث حركة وفرقعة بالركبة. فهذا للأسف غالبا بيطلب تدخل جراحي اللي هو تنظيف مفصل الركبة، تنظيف الغضروف،
مشان نقدر نحن نحرك حالنا. بيجيني مرضى احيانا بيقول لي ركبتي بطويه بتعلق، بترجع بتفرد، بترجع بتطق بتعلق. هي شكوى شائعه، ولكن هن بيهملوا العالم. فنحن اذا في طقطقه وتعليق بالركبه فهذا معناته في عندنا شيء حر بقلب الركبه عم يسبب انعقاد بالمفصل. انعقاد المفصل لازم نحن ندرسه ونشوف شو سببه ونحاول نوقف لهي المشكله. اذا كان غضروف لازم نقيمه، واذا كان الرباط متمزق لازم نصنعه. بنوصل نحن بالاصابات الشديده لهالمراحل. الشيء الثاني اللي ممكن نساويه، في عندنا تشوهات بنيويه بجسم الانسان بغض النظر المراه ولا الرجل، اللي هن المفصل الركبه بيكون مو متطابق بشكل جيد. في عندنا شيء بنسميه احنا فحج الركبه وروح الركبه، بيكون ساق الشخص يا بتلاقي قدمينه بعاد عن بعض او قدمينه قرب من بعض، سبب تقوس بالساقين. فنحن اذا نحن ما جلسنا محور الساق بشكل جيد فهذا حيسبب الم بقلب المفصل، طبعا الركبه والظهر. فنحن في عندنا عمليات بنسوي فيها يا ترويح او تفحيش نحن بنسميه للركبه، مشان نحن نقدر ناخذ مستقيم، طرف مستقيم يقدر يحمل الوزن بشكل جيد. دائما شبه انا للمرضى انه الشجره المستقيمه او الواقفه على الدغري بتحمل وزن كثير كبير، ميلها شوي هيك او شوي هيك ما عاد تحمل وزن، بتطق دغري. نفس الشيء رجلنا، اذا رجلنا مايله ما بتحمل وزن بشكل جيد، اذا على الدغري بتحمل وزن كامل. الشيء اللي ننتبه منه، طبعا هي اشياء لاحظتها كمان عند النساء، تحدد الحركه خاصه بالبسط. بتلاقي ركبتها بضل للاخير ما بتفرد، ضل اخر خمس درجات مفصل الركبه ما بيفرد للاخير. وبتهمل حالها سنوات وبتراجع دكاتره وبينصحوها وما بتسمع الكلمه، بتقول شيء طبيعي. فندير بالنا من تحدد الحركه مفصل الركبه ما نهمله. الشيء الاخير اللي بيصير اللي هو مع العمر بيصير شيء اسمه التهاب مفصل تنكسي. اذا كان وصل لمراحل كبيره درجه ثالثه او رابعه للاسف لازم نلجا لحل جراحي اللي هو تبيين المفصل بطريقه جراحيه، لانه المفصل الموجود ما عاد يتحمل وزننا وما عاد يتحمل ثقلنا وما عاد فينا نعيش حياتنا بشكل طبيعي وروتيني. يعني دكتور بدنا نشكرك كثير لكل المعلومات اللي قدمتنا اياها، حضرتك الثلاث قدمت لنا هيك المعلومات والنصائح بدون ما نحن نسال، وكنت عم تركز على اهم معلومه هي الرياضه، عم تشدد عليها كثير بموضوع الام المفاصل وعلاجها، شكرا كثير لك لوجودك معنا. الوزن دير بالنا منه. شكرا كثير لك الدكتور اياد فضلون اختصاصي بالجراحه العظميه. اهلا وسهلا. شكرا لوجودك ولكل النصائح اللي اعطيتنا اياها، شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا فيك.